تحدث عن أيضا دورها في الرقابة، تفاصيل أخرى أكيد راح يعطيها لنا على المباشر ضيفنا عمارة محمد رفيق، مختص في البرمجة وتقنية البلوك تشين. صباحك سعيد. صباح الخير أستاذ رضا، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك طبعا على كل هذا الكم الهائل من المعلومات التقنية والتكنولوجيا أكيد. وأنا البارح نتحدث معك حول يعني تمهيدا لهذا الموضوع، أكيد تحدثت لي على كثير من المعطيات، معطيات جميلة حقيقة. لو نطلع وتطلعنا أكيد والسادة المشاهدين على تكنولوجيا البلوك تشين حتى يعرفها السادة المشاهدين. هي أستاذ عبارة على طريقة لتخزين المعلومات بطريقة لا مركزية. الطريقة التقليدية اللي يعني تقوم بها باش دير التطبيق، تتخزن المعلومات في سيرفر وتجيب وتستخرج المعلومات من السيرفر هذا. في البلوك تشين المعلومات تكون لا مركزية، ويسموها هي سلسلة التكتل، عبارة على تكتل المعلومات مربوطة بسلسلة، وكل كتلة تاع معلومات تكون فيها رقم يسموه الهاش نمبر، رقم مشفر تاعها، ويكون فيه رقم الكتلة اللي قبلها. من والشي هذا يصعب التلاعب بها، بحكم انه اذا كان راح تتلاعب بالكتلة الاولى لازمك تعاود الكتل الكاملة، واللي هو شبه مستحيل، فتمنع التلاعب بطريقة شبه كاملة يعني. نعم، بالنسبة لهذه البيانات هل متنوعة حسب كل التخصصات؟ يعني نقدر مثلا هذه التقنية تكنولوجيا البلوك تشين فقط نخدم بها في الجانب الاقتصادي، أم نقدر نستخدمها حتى في مجالات أخرى ما دام فيها الرقمنة وفيها شيء فيها بيانات وفيها تخزين إلى غير ذلك؟ نعم أستاذ، البلوك تشين تقدر تستخدمها في عدة مجالات، وعدة مجالات خاصة نحن مطلوبة عندنا في الجزائر، يعني تخزين معلومات الصحية، الفايل ولا الدوسي تاع المريض، يعني الأمراض اللي كان عنده سابقا، ولا المعلومات اللي تخص المريض عامة. تقدر تخزن فيها معلومات، مثلا كان عندنا في وقت الوقت أزمة تاع سلسلة التوريد، هي يعني تحل مشاكل التوريد بشكل شبه كامل، بحكم أنه تقدر تتبع البرودكت، الشيء اللي تريد تتبعه، اللي كان المنتج. هو حليب، نعم، المنتج تتبعه من أول اللحظات تاعه للنهاية، يعني من المورد للآخر مستهلك، تتبعها بشفافية، تنحي لك تقدر تشوف بالوقت الفعلي المنتوج تاعك وين وصل، ومنها تحلل وين كاين خلل في سلسلة التوريد مثلا. هذا يعني هذا مثال من عدة أمثلة تقدر تستخدمها. مثلا كاينة شركة في الإمارات اللي هي شركة أولى في المجال هذا، اسمها سمارت كراود. الشركة هذه عبارة على أنه وش دارت، كاين عقار ريل استيت كما يقولوا، مثلا شقات ولا فيلات ولا هكذا، نعم، وش يديروا، يقسموا الشقة مثلا على 1000 توكن، توكن اللي تقدر تقول عملة رقمية، ما هي توكن، والمستثمرين يقدروا يشروا كل واحد على قسم على قد التوكن هذه. مثلا تقدر تشتري ب 500 درهم حقك في الشقة هذه، ويكون كل شيء طبعا منظم في البلوك تشين. فلها عدة استعمالات، لها في الطاقة مثلا، تقدر في أوروبا الآن يستخدموها في الطاقة البديلة، اللي يكون عنده زيادة مخزون من الطاقة يقدر يبيعها للشركة الموردة. نعم رفيق، احنا عندنا مثلا مقبلين، الجزائر مقبلة مثلا على صفقات اقتصادية كبيرة، وأقبلت على برام صفقات مع إيطاليا لتوريد مثلا الغاز، الكهرباء أيضا.
كثير من هذه الطاقات يعني اللي باتجاه أوروبا، هل يمكن لنا مثلا أن نستغل تكنولوجيا البلوك تشين حتى نربح أموال وأموال طائلة يعني من خلالها؟ نعم بالضبط بالضبط الأخ رضا، نحن حاليا عندنا فائض تاع كهرباء، ونفس ما ذكرت راح نبدو نصدروه باتجاه إيطاليا، باتجاه تونس رانا ديجا نصدروا، فعندنا فائض تاع كهرباء. البلوك تشين هي التكنولوجيا اللي مصنوعه بها العملات الرقميه، وباش تبني كتله جديده. يا اخي هضرنا نحن على سلسله كتل، العمليه صنع كتله جديده تسمى بعمليه التعدين، هي عمليه حسابيه تتم بالكمبيوتر، كمبيوتر نورمال ولا كمبيوتر مختص يسموه ايسك ماينر. تم عمليات حسابيه معقده وتجازيك البلوك تشين بالعمله الرقميه. المجال هذا فيه اموال طائله، فيه اموال طائله في الدول الكل، كانوا يستعملوه مده في الصين، في روسيا، في امريكا، مع انه الكهرباء سعره مرتفع. نحن في الجزائر عندنا سابع أرخص كهرباء في العالم، وعندنا فايض باش نصدره. يعني لو كان تستخدموه في أنه نديره بلانت كبيرة تاع تعدين العملات الرقمية، تعدين مثلا البيتكوين اللي نقدروا نتحدثوا عليه يعني نعم بتفصيل التكنولوجيا اللي وراه، أجهزة يعني جهاز يقدر يكون 2000 3000 أورو يدخل عوائد كبيرة، والفكرة تاعها ماشي غير في الفايدة الاقتصادية. يعني شوف، البيتكوين حاليا مصنف كسلعة مش كعملة. البيتكوين والإيثيريوم مصنف من السيك، سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن تاع الامريكان، كسلعة. فتخيل كاينة سلعة القيمة السوقية تاعها وصلت تريليون دولار، يعني تقريبا ذهب، قيمة السوقية تاع ذهب، ونحن ما عندنا حتى شير فيها، ما عندنا حتى نسبة فيها، مع أنه عندنا كل الإمكانيات باش نعدنوها، بحكم أنه الكهرباء رخيص. عندك مثلا كاين دول سمحت بها، مثلا إيران، روسيا، البرازيل، مجموعة البريكس اللي إن شاء الله نحن مقبلين عليها، معظمهم سامحين بتعدينها. الفوائد تقدر تكون حتى استراتيجية بالنسبة للدولة الجزائرية. علاه؟ كي مثلا دركا كاينه سلعه الناس تتهاتف عليها، من الاصح ولا من الحكمه ان نكونوا حتى نحن عندنا نسبه فيها، خاصه انه عددها محدد ما يزيدش. يعني مثلا في البيتكوين كاين غير 21 مليون بيتكوين، عمرها تصنع فوق ال 21 مليون بيتكوين. وفي العالم كاين 56 مليون مليونير، يعني يكون كل مليونير يشري واحدة ما تبقاش، نصهم ما عندهمش. جميل. رفيق، نعم. وزير الأول كان سبق سي أيمن بن عبد الرحمن، كان سبق وأشار إلى في وقت سابق إلى التوجه إلى العملات الرقمية، وقال بأنه يكون عندنا لما لا دينار رقمي، يعني يكون عندنا دينار رقمي. كيف ترى أنت هذه الفكرة في ظل يعني وأنت واحد يعني مختص في البرمجة وتقنية البلوك تشين، يعني هل نقدر مثلا أن نستثمر أيضا في هذه الفكرة، فكرة الدينار الرقمي؟ نعم، أنا من مشجعين الفكرة هذه، يعني هي جت في وقتها. نعم. وبنفس التكنولوجيا البلوك تشين هم يعني قاموا بصناعتها، راح تسهل لنا بزاف الأمور اللي إذا كانت تجارة إلكترونية ولا تعاملات يومية، راح تساعد في تتبع مصادر الأموال، يعني تكون أمور منظمة وتعرف الدراهم هذه وين رايحة وهذيك من جاية. فأنا سيبورتي موضوع الدينار الرقمي، نستنوا فيه، والله نستنوا فيه، على أمل أنه نقدر نعدنوه. نفس الشيء ذكروا في الجرائد أنه سيتم تعدينه، ان شاء الله نقتحموا المجال هل هذا. هل احنا عندنا مثلا الامكانيات، خليني نتحدث ونكون صراحة، يعني هل نمتلك الامكانيات ل كما اشرت انت الى تعدين هذه العمل او العملات الرقميه؟ هل تعدينها امر بسيط يعني ولا يتطلب
إمكانات نعم. مادية كبيرة؟ لا أنا أستاذ تعدين قلت لك يقدر يتم بكمبيوتر عادي، لابتوب ولا بي سي جيمر قوي، بصح الأفضل تكون كاينة أجهزة، كاين جهاز يسموه الأيسك ماينر مختص بالتعدين. أنا يعني أنا الحقيقة جيت من كنت في قبرص للدراسة، وكان عندي مدير الجامعة من أكبر مبرمجين والسيبورترز تاع المجال هذا، يعني الجامعة كانت أول جامعة تقري البلوك تشين في العالم، فاحتكيت بالناس في المجال هذا بزاف. وخليت كنت نعمل في شركة بترول في قبرص، وفي الحقيقة بديت نشوف من 2019 ورايح بديت نشوف في تغييرات في الجزائر بخصوص الرقمنة وبخصوص التصدير وبخصوص التجارة عامة. الشيء هذا شجعني باش نرجع وندير، يعني كان الحلم تاعي أول شركة كلاود مايننج، تعدين سحابي في الجزائر. وفعلا يعني اشتريت الجهاز، الجهاز تقريبا 180 مليون الواحد، واحد 5000 اورو. شريت للاسف تم الحجز عليه في من قبل الجمارك، يعني المشروع حبس قبل ما يبدا. انا نتمنى انه يفتحوا لنا المجال فيه بحكم انه الموضوع مش معقد. هل حاولت مجرد معليش رفيق، هذا نعم المشكل اللي وقع لك انت اكيد، خلينا نقول واحد من الشباب الجزائري درس في الخارج واراد ان يجيب الخبرات هذه لبلاده والعوده الى وطنه من اجل استفتاح، يعني انشاء شركه ناشئه في الجزائر وتستفاد منك بلادك وتفيد ايضا ولاد بلادك. هل حاولت انت من خلال هذا الافكار وهذا البرمجه وتقنيه البلوك تشين انك مثلا تمشي الى وزاره وصيه، وزاره المؤسسات الناشئه، واكيد سي وليد ياسين وكافه المعنيين بالقطاع الوزاري يسمعوا فينا الان، هل حاولت انت انك تتصل بهم مثلا، انك تعرض عليهم هذا المشروع حتى نكونوا صرحاء، يعني شويه ما نظلموش ناس ولكن في نفس الوقت نشوفوا الامور من الجانبين. هل حاول رفيق انه يعرض هذا المشروع وهذه الفكره على الوزاره الوصيه، وزاره المؤسسات الناشئه مثلا؟ في الحقيقة لا أستاذ، لما ما تقدمت للوزارة المختصة في المجال هذا، يعني قدمته لإدارات الولائية كما يقولوا عندنا هنا، كانوا يعني رحبوا بالفكرة، بصح طبعا نقص معلومات في المجال. كان من الأفضل أنه طبعا نتوجه لأهل الاختصاص بحكم أنهم على بالهم بالعلم كيفاش يعني الموضوع يتم. نعم، يعني حتى في حاضنات، يعني رفيق، يعني في حتى بعض الحاضنات في بعض المعارض اللي كانت تقام، هذه الحاضنات كانت تتوجه، يعني على الأقل توجه الشباب حاملي المشاريع إلى أنهم يعني توري لهم الطريق وين يقدر يتجه، وين يقدر أو كيفاش يقدر يدعم مشروعه وكيفاش تكون الانطلاقة. شيء جميل ما تحدثت عنه، أفكار جميلة، على الأقل نقدر نضمن الرقابة على المنتج، نقدر نضمن على التعاملات الاقتصادية والتجارية فيما يتعلق بالفائض مثلا في المحروقات، الفائض في الكهرباء إلى غير ذلك. شيء جميل جدا. تحدثت أيضا على التعدين وأيضا على العملة الرقمية. برأيك أنت رفيق، كيف ترى مثلا الجزائر إذا ما تم اعتماد هذا التكنولوجيا، تكنولوجيا البلوك تشين، وإدخالها في جميع التخصصات، ما الصورة التي تراها أنت مثلا؟ وين نقدر نوصله بالعامية؟ أستاذ والله نشوف أنه كون يعني يتم وندخل البلوك تشين في معظم المجالات عندنا، راح تقضي على البيروقراطية بطريقة فعالة جدا، أنه كل شيء يتم عن طريق الحوسبة، وتقضي على الوقت الضائع في أشياء يعني، وتقضي على المركزية بلاصة ما تروح أي حاجة تحوش عليها تحرك لهيه وتجي، يكون كل شيء عن طريق أبليكيشن واحد. نقدر نشوف الجزائر كون تتبنى موضوع التعدين، يعني حتى كان الدولة الجزائرية تقوم بالشيء هذا، مش ضروري نحن كمواطنين. مثلا عندك في السعودية أرامكو تستخدم الغاز اللي يكون فليرد اللي يضيع
لتعدين العملات. يعني أنا أشوف كون الجزائر تقوم بالشيء هذا وبالإمكانيات اللي عندنا وبالتوجه اللي راي رايح عليه العملات الرقمية، يعني من 2025 البيتكوين تقدر تفوت لمئة ألف، 120 ألف، نقدر ندخل فوائد كبيرة كبيرة يعني بالعملة الصعبة الجزائر، ونكون لما لا يعني يعني رايدين في المجال هذا، رايدين نفس بعض دول الخليج اللي بدأت تتبناه. أنا نشوف بحكم أنه مجال جديد من الأفضل أنه نقتحموه الآن، ما نستنوش يعني لين تروح علينا الفرصة، بحكم أنه مازال في بدايته، مازال الناس قاعدة تطور الآن في هواية جديدة. أنا يقودني الفضول إلى أنه نحب نعرف رفيق رأيه في المجال الرقمنة. خلينا تحدثنا على أهمية هذا التكنولوجيا في الجانب الاقتصادي، وسلطنا عليها الضوء وحكينا بشكل موسع. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه التقنية وهذه التكنولوجيا مثلا في قطاعات أخرى؟ على سبيل المثال نحكي على أنه نهضة الشعوب تبدأ من التعليم، من تشجيع التربية والتعليم مثلا. هل يمكن في مناهجنا التربوية مثلا أو في نمطنا التعليمي أننا نستغل هذه التكنولوجيا؟ هل تساعدنا تكنولوجيا البلوك تشين من غير أيضا تخصصات أخرى كالصحة وإلى غير ذلك؟ نعم، يعني هي إمكانيات تاعها غير محدودة، تقدر أنت تو انتجريت، يعني تدخلها في أي مجال على حسب الاستعمال. هي يعني توعد بالشفافية، والشفافية مهمة في أي مجال، وإن كان تعليم وإن كان صحة إن كان طاقة إن كان زراعة. فأنا نشوف تقدر تكون العمود الفقري للنهضة الجزائرية، كون صح يعني نعتمدوها في بزاف المجالات، يعني نحاولوا نطوروها في كل مجال نقدر ندخلوها. ممكن في 15 سنة تشوف جزائر ثانية، صح، جزائر جديدة كما يقولون. نعم، على سبيل المثال بلوك تشين نقدر نستخدمه مثلا في امتحانات البكالوريا، اذا ما كان تحدثت انت مثلا في قبل قليل على انه تكون شفافية في سيرورة المنتج، نعرفه وين يروح ونعرفه وين يوصل الى غير ذلك. هل يمكن ايضا تكون عندنا شفافية مثلا في امتحانات، او شفافية اكثر وضمان الشفافية في امتحانات شهادة البكالوريا مثلا، تكون في بكالوريا رقمية بلا ما نفذوا الورقة وستيلو مثلا إلى غير ذلك؟ بالأكيد بالأكيد، هي تقدر يعني شوف استخدامها يقدر يكون حتى في الانتخابات، في الفوتينج عن طريقة رقمية، بحكم أنه صعب التلاعب فيها. فحتى في امتحانات الباك تقدر تدخل من ورقة الامتحان، من وقت الامتحان إلى وقت التصحيح، لشكون صلحها، لوقتاش رجعت، كل هذا ترقم له، ويسهل عملية التصحيح، ولا يسهل العملية إذا حبيت ترجع الورقة، ولا إذا حبيت تثبت في حاجة، تسهل بالتأكيد العملية هذه كاملة. رفيق، ما رأيك يعني في عالم الرقمنة في الجزائر؟ كيف تقيمه مثلا؟ كيف ترى؟ هل هو يحاول أن يواكب؟ هل وصلنا إلى مرحلة أنه نقدر نقول يعني خلاص فطننا من ناحية التكنولوجيا والآن رانا نسعى إلى التقديم مثلا أو الوصول إلى الأفضل؟ والله نحن في بداية المشوار إن شاء الله، نحن في بداية المشوار، بحكم أن بدينا الآن يستخدموا في البطاقات البنكية، قاعد يزيد الاستخدام، ودركا إن شاء الله ثاني تجي العملة الرقمية، راح تبدل المجال، تبدل الساحة بطريقة جذرية يعني. فبصح مازال الأدابتيشن، مازال يعني الناس مازال ما تعودتش، ولا مازال ما عندهاش الثقة في ليزابليكاسيون. عندنا مثلا شركات كيما أوبر نجحت، عندنا شركات الرقمنة، مي مازال إن شاء الله بالتسهيلات وبالشغل والعمل إن شاء الله راح يتحسن ساحة الرقمنة في الجزائر، خاصة في الصحة، موضوع الصحة، وراني نطور إن شاء الله في أبليكاسيون موضوع الصحة، وين تقدر تشوف ملفك مثلا لا سمح الله واحد صار له حادث،
وغير واعي. الابليكاسيون في اي مستشفى على مستوى الجزائر يقدروا يشوفوا الدوسي تاعو في الوقت الفعلي. فان شاء الله انا نطمح انه نوصلوا للوقت هذا، وين ما تروح كل شيء بالابليكاسيون، الدفع الكتروني، التجارة الكترونية، نطمح للوصول الى هذا المستوى يعني ان شاء الله. ما زال يعني شيء جميل انه الفكره هذه اللي عرضتها طبعا الان، وتطبيق خاص بالصحه، على الاقل ما نمشيوش من سبيطار لسبيطار، وتكون وراه دوسي وجيب دوسي تاعك والملف تاعك معك يمشي، على الاقل تكون تكنولوجيا وامر مختزل بشكل كبير جدا. خلينا ربما وش يقدر يقول، انا لكن انا زعلان عليك شويه، يعني زعفان شويه، لانك ما صحيح انك قمت بهذا المجهود وحاب تدخل هذا التكنولوجيا ولا غير ذلك، وانت مشكور لانك واحد من ابناء الجزائر المخاخ، خلينا نقوله بالعاميه، اللي يحاولوا يمدوا تكنولوجيا جديده يجيبوها لهذه البلاد، وعلى الاقل ويثبطوا الصعاب او يذلوا الصعاب امام الاشخاص. لكن نعيب عليك شيء، نقطه واحده برك، انك بقيت بتكنولوجيتك، يعني بقيت بهذا المشروع الجميل في ولايتك ربما فقط، وما حاولتش انك تخرج، وحاولتش انك تعرضه على الوزارات، الوزاره الوصيه مثلا، المؤسسات الناشئه، وسي وليد ياسين انا مره اخرى نحاول من خلالك او من خلال هذا المعرض نوجه له نداء انه مثل هذه الكفاءات، هذا خاوتك اكيد لانك شاب، وبالتالي نطلب منه يضع في عين الاعتبار مثل هذه المشاريع وهذه الأفكار، لأنه فعلا أنا حسب ما سمعت وتحدثت معه أفكار مهمة جدا. ربما نداءات، ربما عندك أفكار، وش يقدر نصائح يقدمها رفيق للشباب اللي زيه، اللي مثله في السن نتاعه، اللي درسوا في الخارج ومثلا بعد ما دراستهم على الأقل بلادهم محتاجة بلادهم أنها تستفاد من هذه العلوم. والله أنا نوجه لهم نداء أنه تتوجه للجزائر إذا احتاجتك. أنا نشوف أنه نحن في وقت صار تغيير صح في الجزائر، والجزائر محتاجة أولادها في كل المجالات، مش غير رقمنا، في كل المجالات، وهذا نحن الحق عليها جينا. يعني أنا نتمنى نقدر نكمل المشروع يعني بعد النداء السيد الوزير، باش نطوروا ونديروا مثال لناس واحد اخرين. انا نعرف بزاف كفاءات ثانيه في الخارج، ممكن بعضهم كان شوي متخوف انه يرجع الجزائر الان، مي انا نشوف الوقت هو ديما الان، الجزائر ديما محتاجاتك وديما تمد حاجه لبلادك خير من الخارج. وطبعا نساهموا انه نشوفوا بلداننا تكون كي الخارج وخير، على هلا على هلا. نعم، أنا أتمنى لك كل التوفيق محمد رفيق عمارة، أو عمارة محمد رفيق طبعا، والمختص طبعا في البرمجة وتقنية البلوك تشين. أكيد أتمنى لك مزيد من التألق والنجاح، ولما لا تكون تطبيقات أخرى مستقبلا، وتكون كاين قفزة وطفرة تكنولوجية في الجزائر. رفيق شكرا جزيلا لك.